مدارس العراق تقرع أجراسها إذانا ببدء عام دراسي جديد. أكثر من 10 ملايين تلميذ توجهوا نحو مقاعد الدراسة في تحد لأزمة كورونا. حضر حسن الطالب في الصف السادس الابتدائي في اليوم الأول من الدراسة، بدأ متحمسا ومستعدا لسنة دراسية جديدة. نعقم عيدنا ونجي المدرسة ونسوي تجمعات. نعم أستاذ. وكل واحد إلى رحلة أستاذ، وما نجي كل عيدنا. يتجول مدير المدرسة بين الفصول ويشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية. بس لازم تقوم التزمين. اليوم أول يوم بالعام الدراسي، الأمور كلها ممتازة، الاستعدادات كانت جيدة، استقبلنا التلاميذ بشكل جيد، قمنا بعملية تعفير بدخول التلاميذ أيضا والتعقيمات، وهناك تباعد، يعني كل صف بحدود 7 إلى 8 تلاميذ. الدوام الجزئي للمراحل الدراسية المختلفة هو قرار وزارة التربية للحيلولة دون انتشار الوباء، إلا أن خبراء التعليم يرون أنه غير مجد. بالحقيقة هو يوم واحد لا يكفي يعني للتعليم. كل التلاميذ خصوصا الصفوف الأولية تحتاج لأسبوع كامل، يعني مع متابعة المعلم، مع متابعة أولياء الأمور. ثم عقبات إذن تواجه العملية التربوية في البلاد، أهمها نقص المباني المدرسية الذي يجبر أغلب المدارس على تبني الدوام المزدوج، ما يزيد معاناة الطلبة ويزيد أيضا هموم أولياء أمورهم لاحتمال إصابة أبنائهم بالوباء القاتل. تحديات كثيرة تعترض عمل وزارة التربية للحفاظ على صحة ملايين الطلاب الذين يبدأون عاما دراسيا جديدا في ظل الوباء، ورغم ذلك تقول الوزارة إنها وضعت خططا كفيلة بتخطي على الأقل الأسابيع الأولى من العام الدراسي. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد.